أهلا بكم من جديد لتفاصيل حصاد الليلة، ونستهله بأحوال المجتمع، حيث تزايدت معدلات اختفاء المراهقين وهروبهم من البيت العائلي لأسباب مختلفة، وهو حال قصة الطفلة وداد البالغة من العمر 12 سنة والتي اختفت عقب خروجها من مقر سكنها العائلي بخميس الخشنة. سلف دعمش. بهذه الحالة استقبلتنا هذه السيدة، كيف لا وهي لا تعلم أين هي ابنتها الوحيدة والتي غادرت المنزل يوم الأربعاء الفارط متجهة نحو متوسطة محمد بكاري بخميس الخشنة. وعلى غير العادة لم تعد وداد صاحبة 13 سنة إلى منزلها لتختفي في ظروف غامضة تاركة تساؤلات عدة. ونطلب حاجة واحدة من الأئمة تاع القدر الجزائري، يدعو لي لبنتي والشاب الجزائري قاع إن شاء الله، خاوتي وخياتي، هذا ما راني نطلب. خبراء الاجتماع أكدوا لنا انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، وفي كثير من الأحيان يكون سبب الاختفاء سن المراهقة. الأبناء يكون عندهم فراغ نفسي، كي يكون عندهم فراغ نفسي وعاطفي بالتالي راح يكون عندهم أمور تدفعهم إلى فعل أشياء اللي ما يتقبلها لا العقل لا للواقع. والدة وداد بدورها أكدت أنها لم تلاحظ أي تغير في سلوك ابنتها، طالبة من السلطات الأمنية تعزيز تحرياتها. أنا بنتي ما مشت عليها حتى تصرفات، كانت تلبس عليها صباح تقهوات صباح في الليل بيتها معايا، ما بيها حتى حاجة، وزاد كيما كانت كيما حتى تصرفات. ونطلب إن شاء الله لا اللي راه قابضها إن شاء الله نطلب منه يطلقها لي، وإلا هي راهي تشوف فيا لك شو راهي خايفة ولا ما ندير لها والو. هي إذن حلقة تضاف لمسلسل اختفاء الأطفال أو المقبلين على سن المراهقة، ليبقى الغموض يحوم حول هذه القضية. هل وداد خرجت بمحض إرادتها أم أنه تم اختطافها؟ ورغم كل هذا وذاك يبقى الحزن يحوم وسط عائلتها وكل من سمع بقصتها.